Surat Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dikum rahmatir rabbika 'abdahu zakariya idza nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'aqlu minni washtana ar-rasulu wa lam akun bi-du'aa'i rabbi shaqiyya wa inni ghibtu al-mawali min wara'i wa kanat imra'atu 'anki rabbaha hab li min ladunka waliya. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام ولم يرثني عقرا وكن ولد من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وخرج على قومه من المحرم وحى إليه أن سمح امرأته وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذ من دونهم حيا وارسلنا إليها روح روحا ونبتنا لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت وانتبذت به مكانا قصيا وجاء المطر نجد النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وأوصي إليك بجذع النخلة تساكن عليك رطبا جنيا وكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وقولي إني نذرت للرحمن سوا ولم أكلم اليوم إنسيا فأتت به كما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا بريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك باغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي مولد والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا وإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من أشد يوم عظيم أسمع بهم يوم يعطونا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الأسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وذكر بالكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبع عيني وهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب أن يمسك عذاب من الرحمن وتكون للشيطان وليا
قال رب ارد عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني وليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وعاد سلوكم ما تدعون من دون الله وادعوه ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وامن له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الدنيا من قربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجنبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن وخروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف عضوا الصلاة ودموا الشهوات وصاموا يلقون ويا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. لا يسمعون فيها لوا إلا سلاما ولهم رزقهم يوم بكرة وعشية. تلك الجنة الذي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك ناسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستغفر لعبادك هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان وإذا ما مت لصم أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنه حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيء أن يبشر عن الرحمن عذيا. ثم لنحن أعلم بالله ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإنكم إلا وارد وأتان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ندر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي القريبين خير مقاما وأحسن نديا. وكما أهلكنا قبلهم من قرى وأحسن واريا. قل من كان بالضلالة وليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأى ما يوعدون وإما العذاب وإما الساعة وسيعلمون من هو شر مكانا وعده جنة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويهدينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا. كلا سيقولون بعبادهم ويقول عليهم الظلنا نمر الناس النشانين على الغابرين دوسهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعود لهم عند يوم نشر المتقين للرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم برد لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. لغد السماوات لقد رموا وتنشق الأرض ودخل الجبال غدا. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد الرحمن عبدا. لقد أوصاهم وعدهم عهدا. وقلهم آتي يوم القيامة فرادا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرنا بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما لدا. وكما أنزلنا قبلهم من قرن ولتحسن منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.